زادة وكلها تدخل في إطار الزينة والبهجة اللي تميز المرأة التونسية. وأنا الحقيقة اليوم ضيفتي مميزة باعتبار إنها مرأة قروية هكا مميزة ياسر. بحذينا مدام حنان سرودي، مرحبا بك. عيشك، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. أنا حنان ترودي، اختصاصي في صناعة العنبر. ما عنديش برشا من اللي بديت، صحيح هذاك عليه الواحد نافح برشا بخدمته وبحكم غرام برشا من الصغرى. حاولت اني نطور من خدمه من العنبر، ما خليتوش يقتصر مثال على حاجه كيما نقولوا حاجاتك اللولانيه، حاولت صحيه المشموم والا الحاجات البسيطه، حاولت اني نطور فيه، اني أنا ندخل عليه برشا حاجات. حاولت اني نوظفه في اكسسوارات جديده، ابتكارات جديده. دونك مدام حنان، ان لاحظتوا انه بالحق معناتها قدامنا برشا اكسسوارات، برشا معادن. فما عندنا هذه فردة، ذيك هذه فردة نستعملوها نساء فردة. دونك حكينا على بدايتك، وقتاش قررت انت تدخل ساعه في المجال هذا نتاع العنبر؟ هو انا من اللي انا صغيره ديما عندي اللي فازت تبرقيش كما نقولوا نحن البرقش، كل حاجات رجعتني العام السيزيام. صحيت اني نعرفك ما شاء الله من انت تقرا سنه سادسه ابتدائي، كنا في مدرسه غرب القيروان. حنان الترودي طفله مميزه هكا، لي شيك الي بال هكا، ديما لي بروحتها اليغونت على الاخر. يعيشك يعيشك. وبعد عاد كملنا المشوار في الليسي زادنا. معناها الكوتي ارتستيك موجود فيك من اللي انت صغيره. كنت وانا صغيره بالكل نشد الصابو نبدا تنحت في الصابو تعمل في حاجات هكاك، والا مثال نشد من اي حاجه ونبدا من اللي انا صغيره فيها. بالكل قعدت كلي تكبر بيا الحاجه شويه شويه. بعد تالي تلهينا في الصغار وتلهينا في سلمت في المسؤوليات. صحيت في المسؤوليات، سلمت وتركت معناتها كل قعدت مثال مقتصر على هكا حاجات في الدار ولا فهمتني ابداعات شويه. بعد ما كبروا الصغيرات قررت اني نرجع لهوايتي والحاجات اللي نحبها في سن الأربعين. في سن الأربعين ما نقيسوش. اي بيان سور، كيما نروح احنا في الأوروب واحد 70 سنة يرجع يعدي. اي صحيح. ماستر ولا الدكتوراه نتاعو، حتى نحن يعني الصناعات التقليدية قريبة من المرأة التونسية. اي وقتها حبيت اني نكمل حلمتي اللي كنت نحلم بها من الصغرى، مشيت عملت فورماسيون. ايوه. اي فورماسيون هذه وين عملتها بالضبط؟ عند مدام هند، نحييها من المنبر هذا. الحقيقه كانت تجربة محلاها والكل معاها. وكان لها الفضل اني تعلمت على يديها. ومن غادي بدا المشوار. فهمتك. من غادي بدا المشوار. دونك سي كوا العنبر؟ يعني اليوم انت جبت لي شويه عنبر اليتا معناتها بروت، مازال طري، احنا نقولوا ماهوش مازال بات معناتها. مازال بات. دونك ريحته بالحق مميزه على الاخر، ريحته قويه شويه. اما قويه برشا. ملي دوبا حليت هكا الحكه هذه، ريحه الاستوديو تبدلت كلها بالعنبر. أي معناتها بالحق هو بمواد طبيعيه مخدوم. بمواد طبيعيه، ما في حتى شيء معناتها. منين العنبر هذا؟ شنو هو اصله؟ به هي البودر، بودر عنبر. ومعاه معناتها المسك، ثم ريحه المسك موجود. فيه مسك، فيه زبد، فيه العود، القرنفل، فيه مسك الغزال، فيه المسك، فيه زيت العنبر، فيه برشا برشا فهمت، برشا مواد يتغربل المره الاولى، يلزمو يتغربل بالكدا. ماهوش هكاكة معناتها، مش جوست معناتها هكاكة. فيه خدمة، فيه فن، وفيه تعب. صحيح. وفيه تعب. فيه تعب.
دونك انت شنو الاستعمالات نتاع العنبر؟ يعني انت فاش توظفته تو انت ابار الاكسسوارات اللي هذوما الفينو احنا نقولوا الصغار، زيد احكي لنا على العنبر هذا. باهي، حاولت اني ندخل مثلا نعمل في لي بوشيت ندخل فيهم العنبر. حاولت اني نطور، معناتها ما خليتوش يقتصر كان على الكولي والكل. عملت لي بوشيت، عملت لي ساكاما، حاولت ندخل فيهم العنبر. اي هذه شاشيه في الاصل، صحيت هي شاشيه شفت باش ما تقعدش كل اللبسه شاشيه، زاد النجم نوظفوها في برشا حاجات باش نستعملوها، خاطر فما عبيد مثلا ما تحبش تقول لك ما نلبس الشاشيه. فهمت. فما نسي ما تحبش تلبس شاشيه تولي مثال هاني بوشيت ولا ساكاما. فهمت، معناتها انت لهنا تيا معناتها عملت استعملت جديده للشاشيه، مثلا اذا كان نقصت العباد ما عادش تلبس الشاشيه فوالا نجموا احنا الشاشيه ما تموتش ما نتركوهاش ورانا، صحيت نستعملوها باش تقعد ديما، باش تقعد ديما ما تموت الشكل الحرفه هذيك فهمتني. حاولت اني نعمل دي بورتكلي زيدا. بورتكلي هي صغيره بالعنبر، مزيانه برشا. حاولت اني زاده ندخل العنبر في الشمع، الشمع في العنبر. حاولت اني الشمع مزيانه هذه اول مره راها الحقيقه. حاولت باش ريحته كي تبدا تشعل الشمعه تبدا ريحتها بالعنبر وبالمسك. فوالا سيبو بالحق ولا مزيان، يعطيك الصحه. حاولت اني نعمل هذوما منهم دي بروش فولار. نجموا نستعملوهم دي بروش فولا، وفي نفس الوقت نجموا نستعملوهم للمنايد المثال في فرح في اي بلاصه معناتها عندنا فيها مناسبه نجموا نستعملوهم. مزيان، تفاصيل صغيره ما برشا فن وبرشا ذوق. صحيح. حاولت اني نعمل هذاك الستيلو نتاع صديق، الستيلو نتاع صديق بالعنبر اللي بالعنبر. هو مزيان ياسر. ونحاس هذاك نحاس. نحاس اي نحاس عندنا ذيكا مارك باش. بوك ماركر انا نقول اي مارك باش. حاولت زاد اني نحط فيها العنبر باش نوظفوه. زاد للقران اللي يحب يقمر المصحف نتاعو بالعنبر. تبدا عنده سبحه عنبر. صحيت. ومارك باش كما قلت انت. هذه كولي هذا. هذاك كولي. كلية بالعنبر ما فيهوش حتى شيء اخر شو يسمح لها الوحده هي البروش هذيك بالكريستال وينوكسيدابل هي في نفس الوقت. خاطر حاولت زيدا ان نعمل ميلانج ما بين المورجين وما بين العنبر نشوفها. دونك مزيان برشا. لا محلو برشا. هذا شنو الفلور هذيك؟ مرجان ايوه هذا العنبر. تقرب الميكرو. الورد هذاك هو العنبر. أيوة. والمرجان والريحانة نتاعنا. مزيانين برشا توا لمحالة، عندنا برشا عروسات البريود هذيا والعباد الكل تحب ترجع تلبس تراديسيونيل، ما خيرش من العنبر والمرجان والحاجات والريحانة التونسية والحاجات المزيانة، الحاجات نتاعنا التقليدية ديما ما تموتش. هي الحاجات نتاعنا هذي. هذيك ساكا ما سو فورم شاشيه، خليت الفورم راوند بتاع صحيت الفورم راوند بتاع الشاشيه خليتها الفورم. فهمتك. وزدتها زدتها انا حطيت العنبر حطيت الريحانه ومن تالي عملت الكوير بالكوير بالفري كوير بالفري كوير معناتها باش تقعد تقليدي واضح الجلد معناتها اللي يخدموا بيه قبل الجلد نتاعنا الكوير. وي حاجه مزيانه الحقيقه برشا تفاصيل حلوه. وهذه هذه هذه ستيل هذه ستيل براسلي 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 فيها العنبر فيها الفاس روج ولا الكريستال وهذيك كعبه كعبه كريستال زاده كعبه فيها. كريستال هذا شنو الميتال؟ نحاس كل نحاس نخدم نحاس ونخدم فضه زاده مغطسه سوى فضه معناتها الفضه بيضه تبدا والا فضه مغطسه في الذهب كل واحد شي يحب. فهمتك كل قدير وقدره. اي صحيت كل قدير وقدره. دونك اهم حاجه هو ابار الكرياسيون تاع العنبر تقعد ديما ريحته مميزه الحقيقه ديما ريحته احسن حاجه فيه، بالرغم اللي حاولتوا انتم تطوعوا الماده هذه باش تاخذ اشكال مختلفه كسوا فلور كسوا ديكور كسوا معناتها اشكال هندسيه مختلفه بجميع انواعها وطوعتوها في برشا اشكال في برشا استعمالات كلها في مع باليد. انا حتى في خدمتي ما نحبش نخدم برشا بالقوالب
نحب الاشكال نعملهم وحدي بيدي، ما نحبش نركز برشا على القالب، معناتها نحط فيه العنبر ونخرج الاشكال. نحب الاكثريه نخدمهم بايدي، نحب معناتها الاشكال كلهم هذوك اللي ترى فيهم مخدومين بيدي. توسع بالك وتعمل لي فورم قد قد. صحيت نفضل اني نعملهم بيدي خير. معناتها هذوما هذوما هذوك بيدي، كل بيدك. وهكا تحسوا البات تقلقك هكا يعني صعيبه معناتها ولا سهله الطاوع؟ هي كي تعرف كيفاش العجنه تكون، كيفاش العجنه نتاع العنبر، معنى الدوزاج. صحيت الطاوعك هي بعد تالي الطاوعك هو شنو يلزم معناتها بعد ما ما يتخدم يقعد كيما نقولوا نحنا نخليوه نعتقوه. فهمتك. يتعتق نقعد نخليه بعد ما نعجنه والكل نزيد نعاودوا بالرحاء. فهمتك. يتعمل بالرحاء، هو فيه برشا خدمه راه معناتها اللي راه يقول لي سافا هاني هذيك حاجه سهله، لكن هو حتى في خدمته معناتها يتطلب وقت ويتطلب برشا صبر. فهمت خاطر باش معناتها باش تغربل باش تهرس بالمهراس. فهمت. كل حاجه تهرسها بالمهراس، ومش كيف باش تتهرس، مش باش تطلع لك رطبه مثلا من المره الاولى، يلزم كل شيء ارطب فيه. فهمتني. معناتها تبدا تعاود فيه. ومن بعد تالي بعد ما يتعجن بالبرحة يقعد نعتقوه، يتلكفت الساعه في ساشي، خاطر ما يلزمش يدخل له الهواء جمله. فهمتك. يتلكفت في ساشي ويقعد حتى شهرين هكاك، شهر يتعتق باش المواد تدخل في بعضها، تتفاعل مع نفسها. صحيت تدخل في بعضها. صحيت يدخل في بعضه المواد هذيك ويعطينا الريحه البنينه. صحيح والله الحقيقه. هو انا اول مره راه معناتها عنبر فاوح بالطريقه دي، خاطر بالحق الحضور نتاع الماتير نتاع المسك بالكدا ظاهره بالكدا، تحسها ما حاجه اوريجينال، ما تحسوش اكلي قديم والا معناتها اللي برشا. هو قد ما يقعد قد ما ريحته تزيد. انا قلت لك علاش نقولوا نحن نعتقوا العنبر، خاطر يزيد الريحه نتاعه تطلع. فهمت. المواد اللي عجناهم به هي كلها طبيعيه، ما فما حتى شيء مش طبيعي في العنبر. قد ما تخليه قد ما زيد هو ريحته تطلع اكثر. دونك ما شاء الله. اش باش نقول انا الحقيقه حاجه مزينه. او كتو باش نخرجوا فاصل مع اذن الظهر ثم نعود.